سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم خلال العطلة الربيعية عم يزيد سيزور مدن الوطن برعاية مجمع الشروق وشركة رامي. رياض الفتح بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة من تنظيم ديوان رياض الفتح يوم الجمعة 16 مارس على الثانية بمساحة أغورا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. القليعة يوم الاثنين 19 مارس على الساعة 2 مساء بدار الثقافة لمدينة القليعة. الشريعة ولاية البليدة يوم الأربعاء 21 مارس بمناسبة عيد الشجرة من تنظيم مديرية الشبيبة والرياضة بالتنسيق مع مديرية الغابات، حملة تشجير كبيرة مع الأطفال على 10 صباحا بحضيرة الشريعة بولاية البليدة. أما الحفل فسيكون في نفس المكان على الواحدة بعد الزوال. تلمسان الخميس 22 مارس دائما في إطار عيد الشجرة، حملة تشجير كبيرة بلالة ستي بتلمسان على 10 صباحا. أما الحفل فسيكون في الجرون باسان على الواحدة بعد الزوال. توغورد يوم الأحد 25 مارس بمسرح الهواء الطلق بمدينة توغورد على 2 بعد الزوال. سور الغزلان الأربعاء 28 مارس على 2 بعد الزوال بمسرح الهواء الطلق بمدينة سور الغزلان. البريد المركزي بالعاصمة من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى يوم الجمعة 30 مارس على الساعة 2 بعد الزوال بساحة البريد المركزي لغروند بوست بالعاصمة. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم.